رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، رصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. كانت ذكريات حلوة أيام زواجنا. أنت ليش كل مرة تكلمني بزواجنا؟ لأنها أيام حلوة، أذكر أصدقائي يوم يشاركوني فرحتي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد، صلاة صل على محمد فاطمة الزهراء. يا الله كانت أيام جميلة. كم صار لنا من زواجنا؟ تقريبا من 20 سنة. 20 سنة وللحين ما رزقنا الله بولد. هذه مشيئة الله، ما يصير نعترض عليها. صح، انت تفكر تتزوج علي؟ لا، مستحيل مستحيل أتزوج واحدة ثانية بعد كل هذا العمر. وإذا طلبت منك تتزوج واحدة ثانية وش بتقول؟ مستحيل مستحيل. لا مو مستحيل، أنا أقول تزوج علشان الولد وخلاص. راح أفكر في الموضوع قبل ما أسوي أي شيء. قلت لك علشان الولد بس. مو مشكلة، حين أذن بروح أصلي وباجي. بس ها، شنو غذانا؟ يعجبك. الله أكبر. ربناتنا في الدنيا حسنة ولا عذاب النار، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
زين سلك من القعدة. السلام عليكم. الله يحييك. مش اخباركم؟ وين كنت الغبه؟ مشاغل الدنيا مشاغل الدنيا. تسلم تسلم. شكرا شكرا مولانا. شكرا شكرا مولانا. بس بغيت ابو جميل شوي كلمه راس. ما في شيء ما في شيء. ها ورانا الله. السلام عليكم خوك. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو جميل، كيف حالكم؟ حياك الله. أو طلعت اللوز، قريب ناكل منها. إيه السنة بعد غير، السنة حلو. أوه ما شاء الله. على العموم متقدمين إلى أختنا مريم. ما شاء الله. ومن هو هذا سعيد الحظ؟ سعيد الحظ كريم. كريم ما غيره؟ إيه كريم صديقي. ما شاء الله ما شاء الله. زين وهي عندها خبره؟ اسكت طاير من الفرحة. يا سلام مسكينة مسكينة. الله 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 إن شاء الله يبلغها إن شاء الله يا رب. زين أنا مستعجل. ايه؟ إن شاء الله الليلة في بيت المرحوم. زين لحظة أفضل الصلاة والسلام عليك. لا لا ما يصير ما يصير. لا 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 خلي عنكم هالهدرة وسمعوا هالخبر. قول. سمعنا خبر الرد الروح. وش سمعت؟ أقول على البركة على البركة. الله يبارك في حياتك. عاد فرحون عاد. وش هالخبر الحلو اللي أنا أشوف كريم فاتح بوز شبرين. باركوا ليش يا باب باركوا ليل ولا القريب يجي. البركة على البركة تستاهل. البركة على البركة كريم. الله يبارك في حياتكم إن شاء الله يا رب. الحلاوة علي والشاي علي. من طيبك من طيبك. احنا ما نبي شاي، احنا نبي شربة ورد. لا لا شربة الورد علي. لا بعد شربة الورد علي. لا لا تفشلني كذي صراحة. تساهل تساهل كريم. تاكل خير. هذا كله من طيب اصلكم. ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله. متباركين الله عطاكم ولد. الحمد لله صرنا خيلة. عجل وين زوجها؟ زوجها مو موجود، طلع عنده شغلة شوي وبيجي. بس الحين هي تعبانة وتحتاج أكثر من أي وقت. ما علم الخبرة الحين يجي إليها. مشكورة رحم الله والديك. الله يسلمك. مشكورة رحم الله والديك. الله يسلمك. كريم. نعم. عسى ما شر. ما شر بس طرش لي يا اخوها تبيني اشوف الولد. اذا تبي تشوفه روح ترى عادي. لا 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 ما ابغي اشوفه، صار لي شهر ما شفته. روح لها علشان الولد. لا لا ابي اروح لها ولا اشوف رقعت وجهها. خلي يكبر الولد بعدين نشوف شو يصير عندنا. وش اخبار كريم وياش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تصدق صار لي شهر ما شفته. انا لاحظت عليه متغير واجد حتى وياي. انا لازم اكلمه بس انتين
لا تحصبين عليه، عامليه معاملة طيبة. أني طلبت منه بس يعدل. الله يصلح الأمور إن شاء الله. ليش متأخر؟ إلى متى يعني بتضل على هالحالة؟ توني مخلص الشغل، وين بروح يعني؟ أمس أول أمس والأسبوع اللي راح. تنسيتين أنا عندي زوجة أولى؟ أولى، إذا نسيتين بذكرش. مثل هي ما لها حقوق، أنا بعد لي حقوق، وأمبيك بس تعدل بيني وبينها. أوف، القعد وياش تقصر العمر. لا تقعد تتهرب، انت حتى مكان ما سويتي لي سكني في غرفة اخوك من تزوجنا الحين. وين العدل؟ اذا مو علشاني علشان الولد. والله خلني اروح بيت ابوي. روح المكان اللي بتروحينه، ذل في المكان اللي بذل فينه. هلا هلا بالعزيزة. الغداء جاهز. تسلمي يدش. الله الله الله. سمي مو بس انت يا اخوك اللي انغشيت فيه، كلنا انغشينا فيه. فكرناه رجال لكن للأسف ما طلع. أنا غلطان، لكن ما أقول إلا الله يعوض على أختنا مريم ويعوض على ولدها. لكن أنا باكر الصبح رايح المحكمة وأشتكي عليه. ضروري باكر تروح المحكمة تاخذ أختنا وياك ولدها وتشتكي عليه، لأن هذا ما هو صاير رجال. ريت هذا الولد من هاشمية، راح تكون السعادة أحلى. يا ريت من هاشمية. لا إله إلا الله. الله أكبر. قعدت من النوم مو قادر متخيل الوضع. ان شاء الله خير، انت واحد ما يخاف عليك. تسلم يا ملا. ايه شنو حلمت؟ لا اله الا الله. الله اكبر. يعني يا ملا صلاتي فيها نقص او قصور؟ انا دائما اصليها في وقتها. الصلاه في عمود الدين. السلام عليكم. باركوا لي باركوا لي يا جماعة باركوا لي. عقب ما تقدمت لستة وعشرين وحدة وكلهم رفضوني، أخيرا أخيرا بنت أبو عباس وافقت علي. باركوا لي باركوا لي. كريم بارك له فيك في عرس. الله يبارك فيك. جيب لهم شاي جيب لهم شاي. شلون يعني ما عندك زوجة ما عندك ولد تسأل عنهم؟
أنا شكيت في الموضوع من البداية، والحين تيقنت أن أنت ما أخذتني إلا علشان الولد. شوفي، طلاق ما طلق. وش دخل الطلاق في الموضوع؟ وهذا دليل ثاني على صحة كلامي. زين، شنو تبغين بالضبط؟ مو فاضي أنا. من حقي أعيش معززة ومكرمة، والله بتكون المحاكم الفاصل بيننا. يعني تهدديني بالمحكمة؟ لا، أطلب العدل اللي أمر فيه الله. أكو عندش المحكمة والباب يوسع جمل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا تتحسبين. حسبي الله ونعم الوكيل. قلتلش لا تتحسبين، لا لتشكف. ليش كل ما ابي اكلمك تتهرب؟ وايش تبغي مني؟ اختكم موجوده في بيتكم. حسافه، ما كنت اتوقع كريم يصير كذي. ليش؟ لا تقعد تسوي لنا محاضره. امرنا لله. يعطيك العافية هاشمية. الله يعافيك. ما تقصري. لا. ما شاء الله. هاشمية. 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 الله يعينه كريم، ما يستاهل. يعني خلاص ما في أمل من علاجها؟ صادها شلل وعلاجها صعب صعب. الله يسهل إن شاء الله. إيه، حولت عليه المصايب مرة واحدة. مو كأنه انفصل عن أخت أبو جميل بعد؟ قول والله. والله حسب كلام زوجتي. والله هو خسران، عائلة أبو جميل الكل يتمنى القرب منهم. الله يصلح بينهم. يبا بغيتك شوي. ألوان رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان.